معكم محظور الضيف محكور خليك واضح بلدي كور الضيف والدور ايك على طول مسوي عملية ولا كنتور يا ابن فلانه قشر علانه تلوموني يا انا انتو انا بزوار حياكم الله بالحلقة التاسعة من السوار شعيب. حلقتنا اليوم شوفوها بالمشهد. كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شعب يعيش في أمان إلى أتى طبيبا غير المكان وقدم فكرة أشعلت السكان وبدأت حرب في كل مكان بدأت حرب في كل مكان أحلى ما فيها الطبيب إن يعني شيء عجيب اللي خشمه حيل كبير لمسة واحدة صار صغير تجتجاعيد طقة براح بعيد واللي يتفخ اللي ينفخ ماكو حسرة كل سعيد اللي جسمه مو سليم سهلة روح صولك رجيم مو معقولة الحريم يشبهون كل الحريم واللي سوي مرة واحدة لازم بكرة يرد يعيد تجتجاعيد الله يقلعكم بعيد صرنا تحضن الجمال وانتم إنا غيرانين لو شوفونا من الشمال هو نفس اليمين ربنا يحب الجمال شكلنا وايد جميل عاد نصور ماكو فلتر احنا وايد مرتاحين مهما تسوي او تغير راح ترجعك السنين واللي حبك لجل شكلك هذا خاين مو امين الطبيب مهما شكلك لو تضيع غب تضيع التنوع ميزه فينا التشابه للخطير عمليات التجميل وما أدراكم ما لا هو ما أدراكم أنتم تدرون أصلاً تعرفون تفاصيل التفاصيل الغالبية مسوي عملية تجميل على أي حال هل شعيب اليوم الغالبية فعلاً مسوي عملية تجميل خلينا نقول يبا مو الغالبية لا تقعد تطلع صايات من أباطك أنت بعد ما يصير يا اسمه على أي حال منو السبب وراء هذه الظاهرة الجديدة البرازيل الكل يسوي عملية تجميل بكوريا الكل يسوي عمليات الكويت تروح كوريا وكوريا تروح إنزين ليش ليش هذا الهبة بلبنان الخليج في هبة كبيرة اليوم بعمليات تجميل هل فعلا نظرة الرجال للمظهر كانت السبب احصائياتنا في تويتر تقول ان الشاب ما عنده اي مشكلة ان يتزوج وحدة اقل من عادية المهم مو مسوي عملية تجميل لكن ما يدرون في تريك بالسؤال ان الغالبية 56% كلهم قاعد يدورون وحدة حلوة هل فعلا الذكر وراء هوس الأنثى لعمليات التجميل مو بالضرورة بس قد يكون واحد من الأسباب السؤال الثاني بس البنات يبون يسوون عمليات تجميل نسأل الشارع احنا لو بغينا نعرف إذا البطيخ زين ولا لا نطق عليه يبين إذا حلو ولا لا السلام عليكم السلام ورحمة كم عمرك؟ 15 لا اليوم أسئلتنا إحنا حق الكبار السلام عليكم تؤيد ولا تعارض عمليات تجميل؟ لا والله عارض ضد أكيد لا والله أعارض أعارض والله اللي يعاني منها يسوي أؤيد أخ ليش؟ هيدا الشيء يعني it's up to him يعني أنت من وين؟ تونس
يا هلا شق 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 يا رب يجيب الحق. مع أو ضد عمليات تجميل؟ ضد. أنت تعارض يعني مو عاجبتك؟ اللي ما لها لازمة يعني ما لها لازمة سوي عملية تجميل هو بخير اللي محتاجه إذا كان مريض أو في تشوه يحتاجها هذه عملية بس أما غيره لا يعني ربنا خلي الإنسان في أحسن تقويم بيحتاج تغيير وهو يعني ما عطيه ثقة بحاله خليه يغيره إيه ما عندي مشكلة اللي يسوي اللي متضايق منه هني متضايق يسويها أحسن شيء نكون جميل طبيعي يعني ودك إنه يكون يعني خلقة ربك ما تلعب فيها سوي دروسك إيه بلا سوي هذا مو تجميل هذا عادي شيء بسيط يعني أنت مغير أنت مركب دروس جديدة دروس أول أوكي ما في شيء بس اللون تغير لك يشيل خشم ركب خشم جديد نفس الشيء إذا خشم كبير ركب صغير شيء ثاني مو لعبة هو بس دروسك تغير هذا مو دروس بعد دروس مسويها ليش مسوي ها والله الله جميل يحب الجماعة يعني عادي تتزوج واحدة مسوي عملية تجميل لا ليش بس خلني أسألها إذا متضايقة هي منا أول شيء ولا كذا تبي زين هي تقول لك أنا متضايقة ها إذا متضايقة عاد ربنا ربها الله إن شاء الله ما شاء الله خشمك ولا غلطة ها سوي عملية تجميل؟ لا والله لا لا صدق لا والله صدق لا لا يقول لك إن الله جميل ويحب الجمال شو تقول له؟ حال خلقة ربك يعني حلوة خليك على طبيعتك الله يا أخي الجمال في الداخل ما أظن مثل الخارج أصلاً في البداية أنت لو عندك ميزانية تتسوين خشمك راح تسوينه ولا لا؟ أنا عملته قبل هيك عملتي من قبل؟ أيوه ما كانت تجربة حلوة ليش؟ لأنه صار لي نزيف حاد جدا لمدة 10 أيام وأخذوني على العناية المركزة عجبتك الجامعة الحين؟ إيش دعوة أنت اللي مسويها؟ الغالبية مسوين لا خربانة السالفة لا المجتمع ما يدري وين رايح وأقوى ما في الموضوع أنه في واحد ضد عمليات تجميل ودروسه شابة هوليوود هل فعلا اليوم ممكن نعشق شخص لأنه بس شكله ظاهري جميل؟ هل وصلنا فعلا المرحلة هذه خلاص ما في مجال لازم كلنا حلوين ودام احنا رايحين بشكلنا بالاتجاه المظهر هو اهم شيء ايش رايكم نجيب لكم اقوى مظهر موجود اليوم بالوطن العربي جيسيكا قهواتي ملكة جمال استراليا من اصل لبناني مولودة هناك وصارت فازت ويت ويابت اللقب هل هذا الجمال الخارجي من الداخل ايضا جميل الروح جسمي قول الصج عبتقرك واي خلصنا يلا جاهزين بس ها عندي لكم تحدي يعني. منو فيكم عنده بطارية زندور ما يستوسر ما تجاوبون انتو صح إذا اللي عنده بطارية زندور يجرب الحين يشبك تليفوني إذا كان صفر آخر الحلقة ما صار فل لك مني 5 بطاريات عيش الروح حق المقابلة يلا 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 قولوا قولوا يلا 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 قولوا هاي 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 ويلكم ويلكم فقرة قول الصج يا حي الله جيسيكا هاي كيف امورك منيحه نورت الكويت ماشي الحال زين جيسيكا انت الحين الثالثة على العالم ها مزبوط باي سنة 2012 كمان ما شاء الله يعني الحين أنا قاعد مع ثالث أجمل امرأة في العالم وأنت أجمل واحد في الكويت أنا سمع. الله يسلمك ويخليك تسلمين سمعوا سمعوا ملكات جواز يقولون حياك الله هلو هاي هو آر يو I'm Jessica's manager جيسيكا مديرة أعمالها هلو هلو what's your name لويزا 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 where are you from برازيل برازيل yes. ما شاء الله الليلة عامرة ويلكم ويلكم تو ذا شو ثانك يو ويلكم ويلكم دو يو لايك جيسيكا اور نوت اي لاف هير يو لاف هير ها ذير از نو جيلسي يو دونت يور نوت جيلس فروم نو 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 ار يو شور نو شال وي ستارت وي شال اوكي لويزا بليز بوت ذا هيدسيت يا لويزا ما تسمع يا جيسيكا ما تسمع ها الحين بس انا وياك ام سو لاكي الله يسلمك انا الكك من جد جيسيكا انت استراليه نعم تروحين وترجعين على لبنان ولكن عايشه في دبي ليش عايشه في الطياره في الطياره اكثر شيء تيرمينال 3 اوكي بس كثير تكوني موجوده في دبي تعرف بحب دبي كثير لانه اتس فيري سنترال يعني استراليا بعيده كثير بدك 14 ساعه توصل على اوروبا لويزا Yes. I have a question for you about Jessica. Go ahead.
Why Jessica now staying in Dubai? She doesn't really spend a lot of time there. She's always in the plane. So I would say she lives on the plane, not in Dubai. MashaAllah, copy paste the answer. Is it? المدخول تبعك من فين؟ المدخول من كذا شغلة يعني إن كان كونترا مع ماركة إن كان ما بعرف appearance أو hosting event. From where? Yeah. Well, she works pretty hard. She does campaign. She works very hard. Yeah, she does. Beautiful and work hard. Why? Yeah, she's a very hard worker. She doesn't need to work hard. Why not? It's good to work hard. Okay, fine. She works hard. Like what? Yeah. Doing what hard? She does campaigns. She does like ambassadorship. She attends events. She flies around the world with brands. Can you let Jessica leave and you stay? Stay longer? Yeah, why not? I cannot, unfortunately. I have to go back. Where? I'm flying to Barcelona. Barcelona, yeah. The team won in Madrid last match, 3-2. Really? Messi, he wiped the ground on them. يعني مسح الأرض فيهم يعني. Anyway. ليلى هلا ما تجوزتي؟ ليلى هلا بتحكي كأنه عمري 40 سنة. ليه كم عمرك أنت؟ 28. هالعمر كله ما شاء الله. ميسي. يعني هيدا قرار لمدى الحياة وبحب آخذ وقتي فيه. الله يكتب لك الزوج الصالح إن شاء الله. ميرسي. ثانك يو. والله يوفقك. وأنت كمان إن شاء الله. الله يسلمك. يجيك مرة تدلعك وتغنجك و الله يسمع منك، بس هو راح يكون مش نص اللي بياخذك إن شاء الله، الله يوفقك. ثانك يو. لويزا. يس. I miss you. لويزا ماي تيم actually changed your ticket. So I have to stay in Kuwait. Yeah, you have to. For how long? By force now. How long? I told you 2 days. Forget about today, Barcelona. But what's happening 2 days? What do you love in Barcelona you don't love in Kuwait? No, I'm going for work. We can make work. Okay, deal. Okay, perfect. So, so what is my agenda for the next 2 days then? No, we cannot discuss this in front of the camera. Okay, sorry. Because Kuwait tourism has to be something very private. Oh, I see. Yeah, we like to keep it like this. Okay. Then Louisa, does she have a lover? She doesn't have a lover? Good question. Of course, what do you think? Good question. Huh? What do you think? I don't know. You tell me. Neither I. No. Does she have a boyfriend? Yeah, she does have a boyfriend. How many? One, just one. Oh, just one. No, not like Kuwaitis. We have 5, 4, 6. Oh, really? 10. Yeah. Ah, the same as in Brazil then. Really? There is a lot in common there. Brazilian, طلعوا مثلنا. Same as Kuwaitis. أنت عندك عقد مع LV. لا, بشتغل معهم friend of the brand. صديقة البراند. لا يعني شلون انت صديقة مع البراند يعني عم تعملي لهم فور فري يعني بوست يعني انا كثير بحب البراند بتعرف انا بشتغل بطريقة كثير اورجانيك يعني يا معود انت كلش على بعضك اورجانيك اي والله لا والله يعني بحب اشتغل مع براند انا كثير بحبهم فاذا ممكن في بروجي بيندفع له اذا مش بروجي انه انا ما بسال يعني حدا يدفع لي على كل فشخه بخدها يعني انا بحب اشتغل مع العالم بحب اشتغل مع الماركات احنا اللي عندنا ما تمشي خطوتين الا مدفوع لها فلوس الفاشينيستا اللي عندنا انا مني هيك لانه انا مني فاشينيستا How is the studio nice yes very nice huh? Yeah. I own the whole thing yeah, this is the how Kuwaiti style to show you how they are rich or something. Not all of them rich, by the way. They lie too much. Louisa. Yes. Let's talk about LV. LV? Yeah, she told me she has a contract with LV. No, she doesn't. She doesn't? You're lying, yeah. She's lying. You're lying. Well, I am lying, yes. I can say this. Okay. Jessica. Yes. بحب أقول لك. انكم نزعتوا لي هاي الفأرة عن جد؟ والله ليش؟ ولا غلطة كيف بيقولوا الحلوات مو أسكين؟ ولا طلعت منك سهلة يعني When you came to the studio the team they didn't give you any gift anything? No Nothing? Nothing I have something very good for you Really? What is it? It's a cream Cream? Yes. What kind of cream? From organic.
Nice. Yes, yes. حق التجاعيد. You know تجاعيد? No, I don't. What's meaning of تجاعيد? No. No? It means this cream is good for your skin. That's good then. Yeah. This one for day using. Okay. Yes, this is for you. And this one for... It's anti-wrinkle, that's good. Yeah, that's good. And this one for night using. Cool. If you want to stay in Kuwait, I'll bring you more. جيسيكا. وي. قالوا لي إن عندك مقلب لإلي. نروح على المقابلة؟ هلا. اهلا جيسيكا. نورتينا. ثانك يو. نورت سوار شعيب. ثانك يو. طيب يلا نشرب شاي ربيع. شو عندك؟ انت غير مو مثلنا، يبي لك اعشاب. كركديه، ينسون، بابونج، نعناع. انا هيدا حبيته. نعناع. يصير احط لك اياه انا؟ ايه بليز. انا عم تسالني انا ليه بعد ما لقيت شخص اتزوجه، لانه بعد ما حدا هيك حضر لي شاي مثل ما انت حضرت لي. شب تبين شاي ثاني؟ شاي ثاني بدنا نحط لك من هذا. حاضر حاضر. لا واحد بيقدر. شلون اختاروك ملكة جمال؟ على اي اساس يعني؟ أكيد ذكية، لأنه في انترفيو بيسألوك أسئلة يعني عن الأوضاع بالعالم. مثل شنو يعني الأشياء يسألونك عنها يختبرونك؟ مثلا بيسألوك شو برأيك أكبر مشكلة بأستراليا؟ شو أكبر مشكلة في أستراليا؟ لا أنا وقت حكيت أنا my charity was for indigenous Australians، يعني السكان الأصليين. السكان مسوي حملة خيرية للسكان الأصليين. للسكان الأصليين. طيب أنت شو قلتي بالإجابة يعني؟ فأنا قلت نحطهم بمحل هن مبسوطين فيه. الإنسان هو مبسوط فيه. فكرة جميلة هاي. فرحت وعملت. كيف طلعت معك هذه؟ جيسيكا ممكن تشرحي لي مسابقة ملكة الجمال؟ أكيد. التفاصيل شلون يأخذونكم؟ يخدون على بكامبينج، هالثلاثين بنت رحنا كامبينج. مخيم. دعكونا مخيم. إيه. أوكي. فحبوا يشوفوا إنه نحنا دوي كومبلين، عندهم بنت بتضل تنق وبرد وشوب ومياء شي مجوى. شنو الاختبارات اللي مريتوا فيها؟ ركضنا 10 كيلومتر كل يوم على بكرة. على شنو ركضتوا؟ 10 كيلومتر. 10 كيلومتر. كل يوم على بكرة. حلو. الحمام بدك تمشي له بالليل وبتسمع الدينغوز. Actually dingoes. شنو الدينغوز؟ هو مثل ذئب. ايه مثل ذئب تقريبا. بس ايه هيك. وكنت تخافي؟ اكيد كنت خاف لانه ما بعرف وينه، انه انا ماشي على الحمام مرتعبة تتوصل على الحمام. صح صح. بالليل وما في ضوء. ما في ضوء ومحصور. ومحصور. صعبة صراحة. وذيب يا واحد محصور صعبة. صعبة كتير. طيب شو كمان في اختبارات بال اختبارات غيرون بيحبوا بنت يكون عندها تالنت. انت بتعزفين بيانو؟ انا بعزف البيانو. احنا نعرف نطبل هذا، عرفتيه؟ انا كمان بعرف طبل والله. يلا طبل. ايه تكن. انا بنصح انه يعني تخليك على البيانو. من ضمن الاختبارات الموجوده انه لازم انت تلبسين البكيني. ايه لبسنا كمان المايو. طيب انت لما اليوم تعرضين جسدك لمجموعه من الناس يطلعون فيه ويشوفونه ويقيمون، ما حسيتي انك استرخصتي نفسك وقت المسابقه؟ اكيد لا اكيد لا، لانه انا بحترم حالي. وفي بنات يمكن ما يكونوا لابسين مايو، يكونوا لابسين تياب عادي جينز وتوب وهن يبينوا رخاص. يعني زين انت وقت الاختبارات يعني احنا عندنا مثلا اذا بغينا نشتري رقي او البطيخه قبل ما نشتريها عندك بطيخه؟ اي بنضربها عشان نشوفها اذا هي حلوه زينه ولا مو زينه. انتم مسابقه يضربون كذا ولا ما يطقوكم؟ لا زين 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 البطيخه. بس بعتقد السنه اللي بعدي او اللي بعد سنتين شالوا هالمشهد هذا. هالمشهد شالوا. ايه شالوا بكيني. بتعرف انا معهم بهالشغله انه شالوا. ليش؟ لأنه بحس التركيز بيكون أكتر على الجمال عن جد الداخلي. وأنا صراحة ما بعتقد بخلي بنتي تعمل هول يعني المسابقات. إيه؟ ليش؟ حرام في منهم مثلا ما يأكلوا. أنا كتير بحب الأكل. فهما ما يأكلوا. هلا جوعانة باي ذا واي. صحيح والله جوعانة. حاضر أنا جايب لك شيء. لا عن جد؟ والله جايب لك شيء. عن جد؟ إي والله. شو جايب لي؟ هذا طال عمرك من؟ يوم. دومينوز. بيتزا؟ لا. في اكلها هلا؟ هذه طال عمرك هذه شوكليت لافا سوفلي. يا كان عبالي مالح. والله الحلو ما بياكل حلو. يوم. يلا بنشوف شلون تاكلين بيدك وملكة جمال. انا رحت كامبينج ومدري ايش.
يلا فرجينا. معقول عم باكل شوكليت لافا كيك بايدي؟ ايه يلا خلينا نشوف. كيف هي بياكلوا هلا بدها تطلع؟ والله ثقلين مثلنا. اكيد. ايش رايك بعمليات التجميل؟ ما عندي مشكله فيهم، يعني بمس وورلد كلهم مساوي. انت مساويه؟ انا كسرت منخاري. سويتي العمليه؟ ايه هاي سويني العمليه. عبالي طبيعي انا. خدعنا شباب ها؟ والله. اي والله انا قاعد اقول البنت ولا غلطه. منا هاي الشيء كبير، انت منخاري نفسه بس مكسور. عمليه ولا طلعتي؟ اكيد بدي اضبط منخاري واقعه. طيب انت كيف تفرحين في لقب انت ما اخذتها بالغش؟ كيف غش؟ قلتي للجنه انك مسويه عمليه لخشمك؟ ما بيسالوا. ما يهمهم؟ اكيد ما يسالوا. احنا في الخليج عندنا شيء اقوى. شو عندكم؟ عندنا مزاين الابل طال عمرك. اي شو المقاييس هون؟ هلا بفرجيكي، عندي مجموعه من الايبادات مش ايباد واحد. كلهم من متجر وادي، تعرفي متجر وادي ولا لا؟ لا ما مر عليك. اول مره بالكويت. اوكي ف... انت في دبي تروحين كثير في متجر وادي؟ في يعني شغلك كله اصلي. طال عمرك يختارونها عن طريق شنو؟ اللي هي المشارب البراطم. شو يعني؟ الشفايف. اوه ايه لازم شفايفها تكون نازله. والله؟ ايه نفس هذا شوفي. ياي هيدا حلو يعني؟ يعني مو نفسكم مثلا، انتم قد ما بتشدوا بتكونوا حلوين. هم قد ما بيرخوا بيكونوا حلوين طبيعيين. والله. الشغله الثانيه اللي هي الناقه الطافحه. الرقبة يعني تكون طويلة؟ لا صح رفيعة صح. ناقة طافحة يعني تطفح. آه. بالماء يعني كذي تعطيك الإحساس إنها تطفح، بس هو قصدهم يعني رقبتها تكون رقبة طويلة. والله تمام؟ أنا ما عم بعمل. أنتوا تعالوا بالمسابقة ما دخلوكم بحوض سباحة؟ إيه أنا بسبح باي ذا واي. ما سوولكم كنت... هذه ما طافحة؟ لا ما بتعمل هيك وقتها تسبح. ما صار صار. طيب تعرفي السنام؟ شو السنام؟ هذا اللي هو ظهر الناقة. هيدا شاي منفهق. منفهق 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 يعني راد منفهق لورا يعني. ايوه راد لورا منفهق كذي. انت منفهقه ولا مو منفهقه؟ والله انا ظهري ابرمي خلينا نشوف منفهقه ولا لا. لا ما في كمان بيختارونهم على اذونهم. والله شو لازم انه لازم اذنها ما تكون واقفه كذي. ما تكون لورا. ارفعي شعرك خلينا نشوف. لا انت ما تفوزين. ليش؟ لانه طالعين لفوق. لا لا ما تفوزين. عندي لك صديق ايضا. هذه الساعه سيراميك من وادي ما اعطينا فيها اراوي صوره صديق. هذا ممكن تسالينه على النياق، خبير جدا فيهم. ليش مهضوم؟ لكن ما تجينا على طول تسالينه تقول لي عطني المعلومه. لا اي لان اذا قلتي له عطني المعلومه راح ارد عليك اقول والله هذا شيء يخصني. انت من البدايه يعني حاولي تساليني بشكل عام بعدين هو راح يجاوب. انا سؤال اليوم، شنو الفرق بين مسابقتكم ومسابقتهم؟ الفرق انه نحن انسان. لا انت لو شكلك بشع كنت فتي؟ لا ما بعتقد ما يدخلك يعني. فالاساس بالاصل هو الجمال. شو فرق مسابقتكم عن مسابقة الحيوانات؟ مزاين الابل او الحصان؟ نحن بنعمل السبورت، عندنا موهبة، بنعمل نوايا حسنة. ما هو خبرتك عنه. الحين بنروح حق فقرة تحت الطاولة. تحت الطاولة؟ جاهزة؟ سامعة فيها هالفقرة، سامعة. سامعة فيها؟ يلا نروح تحت الطاولة. تعرفين متى كانت أول مسابقة ملكة الجمال؟ بحس بالثلاثينات او ثلاثينات اربعينات. 1951. هاي مس والله مس وورد. ثانك يو. تمام وين كانت؟ واو انجلند. منو كان ورا هذه المسابقه؟ مستر مورلي. إريك مورلي. إريك مورلي. او هذا المسابقه الاولى اللي سواها. ايه. سواها وين بانجلترا؟ ما بعرف. قاعة مشهورة اسمها مكة هول. والله. يعني هو اختار أن يسمي الهول المكان اللي تكون فيه أول مسابقة لملكات جمال العالم مكة، وهذه تعتبر يعني إساءة
اللي ديانة معروف يعني مشهورة في موضوع الحشمة، ما تعتقدين أن هذه تسمية فيها إساءة؟ خطأ كتير كبير. أنا بحترم الدين ومربية بعائلة بتحب الدين وبتحترم الدين و... طيب أنت تقولين أن اختيار ملكات الجمال بناء على معلوماتهم واطلاعهم وهذه الأمور أوكي؟ بس من الواضح أن أنت ما طلعتي على أهم وأبسط معلومة ممكن تعرفينها. أنت مشاركة بس ليه هي أهم واحدة؟ مشاركة بثلاث مسابقات، ما تعرفين بداية المسابقات وين كانت؟ لا ما ضروري، يعني ما بيهمني أعرف وين كانت أول حفل لأنه مش هو يلي عم بيدير المسابقة هلأ. طيب أنا خلصت تحت الطاولة تبعي، بسيط وخفيف ولطيف. يلا وريني الكنباية تبعك. بتحط الآيباد على راسك وبنمشي سوا مشية الملكة. أنا مو ملك. بلا ما توقع الملك. الملك ما يحط آيباد على راسك. يا الله الملك يشيلونه. وين الروح الرياضية تبعك؟ يا روح رياضية، الملك يشيلونه ما يحطها. كلنا ناطرينك تعمل هال هذا ملك خبل حاط ايباد على راسه ويمشي لهيدا. انت بتحكي يور مام على الواتساب؟ ايه. بدي اياك تبعت لها فويس نوت. حلو. بدك تقول لها ايه انه تعرفت على بنت احلامك. ايه. وماما بكره على بكره بدي اياك تتعرفي عليها. ايه. استرالية. ايه. وبدي اياني اروح على استراليا. ايه. وبحبها كتير. ايه. وبدي اتجوزها. اوكي اسويها بشرط. يلا شو؟ نتزوج صدق. شو هالمقالب هول انت ابدية. يعني المعز مقلب مقلب مرة واحدة. بالله صار فيها شيء وخافت تقولي كذاب كل شيء ولا رضا الوالدين. المقلب الثالث يلا. شنو هذا؟ بدي احط لك ماسك. اي شو يسوي الماسك؟ هيدا بترجع 10 سنين لورا فيه. لا 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 خلينا نقرا خلينا نقرا عنه بس خلينا نشوف شنو هذا. يقول يوضع على بشره نظيفه وجافه. انا اول شيء بشرتي وصخه. انت كثير نظيف. لا وصخه والله بشرتي زين. بعدين ضعي القناع. شو ضعي شنو وضع بس مو مشكله. لا بحذر على وجهك مع الحرص ان يلامس بشرتك بشكل متجانس. واو. بعد 15 دقيقه انزعي القناع ودلكي برفق. السائل الفائض أخ سائل الفائض فيها سائل ليتغلغل أخ تغلغل يبقى هذا خاف يوقعنا بمشكلة. إنزين لا حاجة إلى الغسل. لا حاجة إلى الغسل يعني دغري من هون من استوديو على الفرشة. على الفرشة بعد لا 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 يلا يلا نحط نجرب بس عشان بين لك أنا ما عندي مشكلة. يلا إيه ولا ورا طيب عطنا ها وبعدين لورا 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 ايه اوكي اوكي ما تحكي خي اوكي وبعدين شو اسوي؟ خلص خليك خليك بس ليك شو حلو شفافك يا جماعه حلو والله صار نفس مشارب الابل الحين هذا المقلب بس اوكي. ومن هنا نكتشف اعزائي ان هذا المقلب السخيف سخيف ان الجمال جمال الشخصيه وليس الشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياي وشو العربي العظيم تعبونا استخاب أدري أنا شلونكم شخباركم. إنني كرئيسكم أطالبكم بالاستمرار بعمليات التغيير وليس التجميل. شو المشكلة إذا الواحد وهي تغير المهم يكون حلو؟ شو المشكلة إذا كلنا نتشابه؟ شو المشكلة؟ بالعكس سهلتوا المهمة على الرياييل. واحد بي خطب بدل لا يقول يما هذه حلوه شوفوا صورتها سوي كذي نفس اللعبه هذه تحط يدك داخل هوبا تاخذها نفس اللي عند صاحبك نفس اللي عند ولد عمك وما في غيره. شو المشكله اذا الرياييل يسوون عمليات تجميل مسوي خشمه حاله حال بنات؟ شو المشكله؟ ما عشان انت كنت تحلطمين والله ما اتزوج واحد اظافره طويله انا ما اتزوج واحد شكله ما ادري شلون مو عاجب. ليش نركز بالفكر وشلون هالريال بنى نفسه؟ ليش نركز ان البنت هذه فاهمه مو فاهمه مريحه لي تناسبني؟ لكن هناك شيء لا يمكن لعمليات التجميل ان هي تغيره اللي هي خيستك. اذا انت خايس وريحتك خايسه مالك الا حل واحد لوكس.
ريحة الورود. في مدينة الورود كل شيء جميل، الصابون واللوكس واللمسات الأمنين، رياح القمر والشتاء تحبون التهريج هذا؟ استمر بالعمليات كلكم صيروا فيك. السلام عليكم. صيروا كلكم مثل القطيع متشافين. إذا القطيع حلو ما يمنع أن احنا نكون من الخراف. السلام عليكم. سوار حلقة اليوم راح يروح للمبدعة نورة القعود، هذه الفارسة اللي فازت بجائزة سمو الأمير الكبرى لقفز الحواجز. ألف مبروك فوزك معانا، حياك الله. أنا قبل أسألك عن البطولة، الطول لا علاقة بالخيل ولا ما لها علاقة؟ ما لها شغل ده. ما لها علاقة، أنتوا العائلة كلهم طول ما شاء الله. طيب شون يعني تفوزين بطولة يعني من اللي يفوز فيها؟ اللي أكل أحسن واحد يعرف ينجز ولا شنو؟ اللي عنده أقل غلطات. إي غلطات بالفوز وأسرع واحد. فزتي ببطولات خليجية؟ إي. أوكي، في قطر فزتي يعني المركز الثاني مرة في واحدة من البطولات، وفي واحدة المركز الخامس أتوقع؟ إي بطولة الشقب قبل سنتين، مو هالسنة اللي قبلها. أوكي، تنظيمياً منو أحسن؟ التنظيم كأس الأمير كانت يعني شيء غير عن البطولات الباقية اللي بالكويت. مميزة كانت. يعني فظيعة وتوز أميزنج، بس اللي بقطر يعني اللي جايبين الناس يسوون تنظيم البطولة جايبينهم من هولندا، من لندن، من إيطاليا، ف يعني غير. زين وأنت بعز المسابقة في قطر ما شفتي واحد قصير كذي يقول لي هذا شيء يخصني؟ لا أمر عليك هذا؟ لا. أوكي. طيب نورة القعود نورتي سوار شعيب. هذا السوار طبعا تكريم منا وبعد ما صوتوا لك الجمهور. يعطيكم العافية. أن تكوني شخصية مميزة. تميزتي بأدائك وليس في مظهرك الخارجي. شكرا يعطيك العافية. هذا شيء يشرفني. شكرا لك. مشكور. تفضلي طال عمرك. مبين أنا أطول صح؟ مبين ها؟ أوكي. حياك الله. شكرا لك. لحظة. تمشي بدون ما تسوي سبسكرايب؟ سبسكرايب. سبسكرايب. شغل النوتيفيكيشن. ايش رايكم فيني بس؟ مضبوطة؟